إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فللورثة، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع تأملات قرآنية وتدبرات كذلك مع كتاب الله عز وجل وصورة القصص، وقول الله جل وعلا: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ما زلنا إخواني الكرام مع الإمام ابن كثير وقول الله تعالى، يعني فإن لم يستجيبوا لك، أي إن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق، فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، أي بلا دليل، يتبعون أهواهم أي بلا دليل، يعني ولا حجة. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي بغير حجة مأخوذة من كتاب الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله جل وعلا: ولقد وصلنا لهم القول، يعني أي قال مجاهد، فصلنا لهم القول، يعني وصلنا بيقصد يعني أو المعنى كما قال الإمام مجاهد رضي الله عنه: فصلنا لهم القول. وقال السدي: بينا لهم القول. وقال قتادة: يقول الله تعالى أخبرهم، يعني كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع لعلهم يتذكرون. وقال مجاهد وغيره: وصلنا لهم القول. وصلنا لهم يعني قريشا، يعني وهذا هو الظاهر، ولكن قال حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى ابن جعدة عن رفاعة، هذا هو ابن قرظة القرظي، وجعله ابن منده رفاعة، ابن يعني ابن سموآل، خال صفية بنت حيي، وهو الذي اطلق تميمة بنت وهب.
التي تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطا، كذا ذكره ابن الأثير. قال يعني ده كلام عن رفاعة القرظي، قال نزلت ولقد وصلنا لهم القول، يعني ولقد وصلنا لهم القول، ولقد وصلنا لهم القول في عشرة أنا أحدهم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، يعني من حديثه، يعني من حديثه. وننتقل إلى قول الله، إلى قول الله عز وجل: فلما جاءهم الحق. طبعا هذا انتهينا من كلام الإمام ابن كثير، وبننتقل إلى الإمام الطبري في تفسيره. فيقول الإمام الطبري رضي الله عنه: القول في تأويل قوله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. يقول تعالى ذكره، يعني فلما جاءهم، فلما جاء هؤلاء الذين لم يأتهم من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم نذير، قالوا سحران يعني تظاهرا، قالوا سحران يعني فبعثناك إليهم نذيرا، الحق من عندنا وهو محمد. فلما جاءهم الحق من عندنا، يعني بيقصد يعني الحق من عندنا هو محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة من الله إليهم. قال يعني قالوا تمردا على الله جل وعلا وتماديا في الغي: هل أوتي هذا الذي أرسل إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موسى ابن عمران من الكتاب؟ يقول الله تبارك وتعالى يعني ذكره يعني لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك من قريش القائلين لك لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا يعني أولم يكفروا الذين، أولم يكفري الذين علموا هذه الحجة من اليهود، يعني قل لهم ذلك يا محمد بما أوتي موسى من قبلك. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، يعني نقطة تربوية تحتاج إلى أن نقف عندها، وهي لولا، يعني وإحنا عارفين أن لو بتفتح عمل الشيطان، والمسألة يا إخواني يعني تحتاج إلى أن ندرك أو نعلم يعني مداخل يعني ومكائد الشيطان، يعني فهذه مكيدة وهذه من حبائل الشيطان. يعني لولا أنزل، يعني لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني واضح إخواني؟ فيعني فهنا إخواني يعني إبليس يعني لما قال الله تعالى لما إخبارا عن عدوه إبليس، لما سأله عن امتناعه عن السجود لآدم واحتجاجه بأنه خير منه وإخراجه من الجنة، أنه سأله أن ينظره فأنظره، يعني ثم قال عدو الله يعني فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني واضح إخواني، مسألة عظيمة جدا يا إخواني. فهنا يعني فهنا المسألة: ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني قال ابن عباس:
في رواية عطية عنه يعني من قبل الدنيا، وفي رواية عنه أشككهم في آخرتهم، وقال الحسن كذلك من قبل الآخرة تكذيبا بالبعث والجنة والنار، وقال مجاهد من بين أيديهم من حيث يبصرون، ومن خلفهم قال ابن عباس أراقبهم في دنياهم، وقال الحسن من قبل دنياهم أزينها لهم وأشهيها إليهم. واضح إخواني؟ وهكذا يا إخواني الكرام نقطة مهمة يعني جدا حتى ندرك يعني طبيعة الايه الصراع بين الحق والباطل. فمن ضمن أدوات الباطل يا إخواني يعني من ضمن أدوات الباطل يعني لولا من ضمن أدوات الباطل لولا يعني كما قال الله عز وجل فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا يعني لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني واضح إخواني لولا أوتي مثل ما أوتي موسى يعني واضح. فهنا الله عز وجل يقول يعني على لسانه على لسان الشيطان ولا أضلنهم يعني عن الحق، وهنا لو جته ولا أمنينهم يعني قال ابن عباس يريد التسويف، يريد إيه إخواني التسويف، ودي من حبائل الشيطان يعني إنك أنت تسوف يعني لولا أنزل عليه لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، فهنا دي من حبائل الشيطان ومكائده ومصائده إخواني الكرام لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فهنا لولا يا إخواني الكرام هنا اسمها إيه لولا، فهنا يقول لولا يا إخواني لولا. فلو رجعنا إلى كلام الله عز وجل ولا أضلنهم أي يعني عن الحق ولا أمنينهم لولا، قال ابن عباس يريد تسويف التوبة وتأخيرها، وقال الكلبي أمنيهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث، قال الزجاج قال الزجاج يعني أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك يعني حظهم من الآخرة، يعني ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني وقال الكلبي أمنيهم يعني ألا جنة ولا نار يعني أمنيهم يعني، وقيل لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع، وقيل أمنينهم طول البقاء، أمنينهم يعني طول البقاء يا إخواني أمنينهم طول البقاء طول البقاء، واضح يعني في نعيم الدنيا فأطيل لهم الأمل فيها فأطيل لهم الأمل فيها يعني ليؤثروها على الآخرة يعني ليؤثروها على الإيه على الآخرة إخواني الكرام. وهنا مسألة أخرى مهمة جدا يا إخواني الكرام، وهنا الفرق بين الثقة والغرة، الفرق بين الثقة والغرة إخواني الكرام، يعني أن الثقة سكون يستند إلى أدلة وأمارات يسكن القلب إليها، فكلما قويت تلك الأمارات قويت الثقة واستحكمت، ولا سيما على كثرة التجارب وصدق الفراسة وصدق الفراسة، واللفظ كأنه والله أعلم من الوثاق وهي الرباط، فالقلب قد ارتبط بمن وثق به توكلا عليه وحسن ظن به، فصار في وثاق محبته ومعاملته، يعني واضح إخواني وثاق محبته ومعاملته والاستناد إليه والاعتماد عليه، فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه. إنما هذا الذي يقول يعني فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا، طب جات له لولا منين؟ جات له الثقة دي منين؟ استند فيها إلى إيه؟ إلى كلام اليهود لقريش، إلى كلام الشياطين،
يا إخواني الكرام، لكن هل استند إلى الله جل وعلا؟ يعني لا طبعا. فهنا الثقة إن القلب يكون مستند، يعني يكون في رباط، يعني بمن وثق به، بمن وثق يعني به توكلا عليه وحسن ظن به، فصار في وثاق محبته ومعاملته والاستناد إليه والاعتماد عليه، فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه. فإذا سار القلب إلى الله وانقطع إليه تقيد بحبه وصار في وثاق العبودية، فصار يعني في وثاق العبودية، فثار في وثاق العبودية يا إخواني الكرام، يعني فلم يبق له مفزع في النوائب ولا ملجأ غيره، ويصير يعني إخواني الكرام عدته، ويصير عدته في شدته يعني وذخيرته إخواني الكرام، وذخيرته في نوائبه وملجأه في نوازله ومستعانه في حوائجه وضروراته، يعني واضح، وضروراته إخواني الكرام. وأما الغرة يعني وأما الغرة يعني فهي حال المغتر الذي يقول لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، هذه غرة، يعني تختلف عن الثقة. أنت تتكلم وتدعي أنك إيه؟ تثق. تثق في من؟ تثق في اليهود الذين يقولون لك كل محمد صلى الله عليه وسلم يعني لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. من اللي رد عليهم؟ الله جل وعلا هو اللي رد عليهم. يعني اليهود قالوا لقريش قولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هنا ايه؟ هنا اسمها ايه بقى يا اخواني؟ اسمها الغرة، مش الثقة. الثقة انك تستند الى الله جل وعلا، لكن هنا تستند الى مين؟ واضح؟ انت تستند الى مين يا اخواني الكرام؟ فهنا الغرة في حال المغتر الذي غرته نفسه وشيطانه، يعني غرته نفسه وشيطانه وهواه وامله. يعني الغرة يا اخواني الكرام هي حال المغتر الذي حال المغتر الذي غرته نفسه وشيطانه وهواه وأمله، يعني الخائب الكاذب بربه، يعني واضح إخواني؟ الكاذب بربه حتى أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والغرور ثقتك بمن لا يوثق به، يعني تثق في مالك، تثق في صحتك، تثق في عقلك، تثق في منصبك، تثق في أتباعك وأشياعك، يعني واضح؟ تثق في كافر، تثق في شيطان، واضح؟ هذه غرة يعني إخوان الكرام، يعني واضح؟ لكن ما فيش ثقة غير بالله عز وجل وفي موعود الله عز وجل. عشان كده هم قالوا إيه؟ لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. أنت بتقول الكلام ده بجد؟ هل الكلام ده أنت بتثق فيه؟ بتستند فيه لمين؟ دليلك ده جبته منين؟ خلي بالك يا إخواني، عشان كده لازم تفكر دايما، يعني واضح؟ يعني فيقول يعني وأما الغرة في حال المغتر، حال المغتر الذي غرته نفسه وشيطانه وهواه وأمله الخائب، يعني واضح؟ الكاذب ربه حتى أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والغرور ثقتك بمن لا يوثق به، وسكونك إلى من لا يسكن إليه، ورجاؤك النفع من المحل الذي لا يأتي بخير، يعني واضح؟ الذي لا يأتي يعني بخير، كحال المغتر بالسراب. قال تعالى قال يعني تعالى قال تعالى ده لمصطفى مصطفى مصطفى قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا
لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذه غرة، هذا يعني والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يعني وقال تعالى في وصف المغترين: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء إخواني الكرام إذا انكشف الغطاء، إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور، علموا أنهم لم يكونوا على شيء، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهذا قول الله عز وجل: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي. راحوا ذو الغرور، راحوا ذو الغرة، لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. مين اللي قالهم يقولوا كده؟ اليهود. يعني إيه؟ كامتحان يعني، واضح. مين اللي رد عليهم؟ الله عز وجل: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. طب مش انتوا اللي كفرتوا اما انتوا بتلهدوا زي موسى؟ طب ما انتوا كفرتوا بيه. خلي بالك يا اخي الكريم، يعني وفي اثر معروف: اذا رايت الله سبحانه وتعالى يزيدك من نعمه وانت مقيم على معصيته فاحذره، فانما هو استدراج يستدرجك به. وشاهد هذا في القران، شاهد هذا يعني اخواني الكرام في القران، يعني في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني فهذا من أعظم الغرة، يعني أن تراه إخواني الكرام يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره، وأنت مقيم على ما يكره. فالشيطان إخواني الكرام موكل بالغرور، وطبع الأنفس الأمارة الاغترار، يعني وضع الاغترار. فإذا اجتمع الزاني والبغي والمرابي والمحتاج والشيطان الغرور والنفس المغترة لم يقع هناك خلاف، فالشياطين غرروا المغترين بالله وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه في عفوه وتجاوزه، وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم، ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الأجل فأخذوا على أسوأ يعني أحوالهم. قال الله تعالى: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إخواني الكرام، أعظم الناس غرورا بربه إذا مسه الله برحمة منه وفضل، قال هذا لي، قال هذا لي حقي، ده مجهودي، ده إمكانياتي الذهنية، لأنني أعرف وسائل التجارة، وسائل الكسب، يعني واضح. يعني وقال يعني هذا لي، أي أنا أهله وجدير به ومستحق له، أنا أعرف أجيب الجنيه منين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. خلي بالك أخي الكريم، ثم قال كمان: وما أظن الساعة قائمة، يعني وما أظن الساعة قائمة، يعني واضح، وما أظن الساعة قائمة، يعني فظن أنه أهل لما يعني لما أوليه من النعم مع كفره بالله. ثم زاد في غروره: ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، إن لي عنده للحسنى. إن لي عنده ذا الحسن. شوف يا إخوان الكرام، شوف الغرور، عشان تعرف قريش قالوا إيه والكلام جه منين. فلما جاءهم الحق من عندنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. أنت جبت الكلام من عندكم ولا من اليهود؟ لا، اليهود هم اللي قالوا لهم قولوا لمحمد كذلك. إخوان الكرام،
غرور يعني يعني ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده إلى الحسنى. يعني الجنة يعني الكرامة. فهكذا تكون الغرة بالله. فالمغتر بالشيطان مغتر يعني بوعوده وأمانيه، وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه، فلا يزال كذلك حتى يتردى. فلا يزال كذلك حتى يتردى، حتى يتردى يعني في أبار يعني الهلاك. يبقى فهمنا معنى يعني المعنى التدبري والتأملي من قول الله عز وجل: فلما جاءهم ما الحق من عندنا قالوا لولا أوتي. يعني واضح عرفنا الكلام جه منين وإيه معناه وإيه الأدلة على بطلانه، ونحذر منه حتى لا نكون من المسوفين المغترين، يعني من مع حسن الظن مع سوء العمل، يعني كما قال الإمام ابن القيم. فهذا هو الإيه، هذا هو الغرور وليس هو حسن الظن. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.